بالفلسفة الصينية يعني الماضي انتهى طبعا، والحاضر هو يتلف بلحظة، يعني اللحظة التي أتكلم بها الآن قبل كلمة ماتت يعني، فهو قابل للذوبان أو التلف أو الانتهاء. يعني الزمن المستقبل هو الأهم، المستقبل يعني تحضيرك لهذا المستقبل هو الأهم، تتحضر عليه من اللحظة التي أنت تتكلم بها يجب أن تبدأ، بمعنى حتى تفكر المستقبل يجب أنك تفكر أنك تشتغل على الموضوع الآن يعني فورا بدون تلكؤ. وأنا من الحسنات تبعي أني بس يعني أفكر بشيء أقرر يعني تنفيذه فورا يتم، يعني ما عندي تلكؤ، ما عندي بحسبها 2-3-4، بشوف في ملاءه ماليه معينه، في اراده، في مزاج، في شيء يسمح يعني انه بعمله فورا. ممكن تجي لي فكره الساعه 12 بالليل بتصل مع اي شخص اني بنفذها فورا يعني، ولازم يتم التنفيذ بسرعه يعني، ما لازم يتلكى، ما لازم في اي شيء اخر. وانا عندي نهم لشيء اسمه رقم قياسي، يعني لا اكتفي برقم تبع 20 و40 و50 و100 و1000، كمان لا اكتفي برسم 100 لوحة او 200. بتمنى عندي اقمشة يعني يلزمني 30 عام حتى بيخلصوا يعني من العمل اليومي يعني. هلا بيساعدني الزمن اللي بعمل هذا الشيء، ما بعمل الشيء، في استقرار بالعالم حيكون يعني حتى اكمل هذا المشروع. لا ما بفكر بأي طريقة، انا بعمل المونة تبعي، بعمل الهدف او الطموح تبعي. هلا اذا في ناس ظهروا لك عمل لك يعني في حياتك، غيروا المزاج تبعك، غيروا المسار تبعك الحياتي والمهني والشخصي، يعني مثل الاخرين يعني، بس الاساس موجود يعني، فكرة العمل الدؤوب اليومي والانتاج موجود يعني. استمر، شوف في منفذ ضمن هذا الخراب او ضمن هذا العماء الموجود او ضمن هذا التصحر نحن بنعمله يعني، بنشتغله حتى ولو في منفذ صغير، منفذ شق يعني بسيط ضمن كل الخراب هذا الجدار انا بعمله يعني. انا لا اتوقف ولا اياس ابدا، وانا بعمل بحالتين مختلفتين يعني. هلا بشعر انه في ناس بيلتقوا معي فكروا انه عندي ياس او عندي كابه يعني منقطعة النظير، هيك بيعتقدوا يعني، بس انا لا العكس تماما يعني. هذا الشيء الشخصي بشعر فيه، بس في الشيء الاخر اللي بنسمي الشخصيه الثانيه لسفر هذا، هي شخصية مسؤولة يعني، والمسؤولية تتطلب انك تضحي، المسؤولية تتطلب انك انت بتعمل لا تتوقف يعني، ما بتهدي ابدا يعني، مثل البلدوزر او مثل التوربيت او مثل سبع البرومبو، اي كلمة جميلة رائعة بتقوي المعنويات، تعطي فيتامينات اوكي، حتى لو اضطر نشتري فيتامينات مستدلية يعني كيميائية مش مشكلة يعني، ما في مشكلة على الاطلاق يعني. سمعتنا وكرامتنا او انه قدمنا نحن رسالة للحياة، هذا عندي اهم من اي شيء اخر. اذا كان الامر يستلزم كسر بالمال ما في مشكلة، المال تحت حذائي. اذا يستلزم مني اني اظهر بعدة سرطانات بجسد سبهان ادم من القلب والدماغ وكل شيء ما في مشكلة على الاطلاق، بس شو يجب ان اظهر؟ يجب ان نترك اثرا ورسالة للاخرين، هذا ما أنا عليه الآن.